تقرير رسمي يؤكد أن الغواصة الأرجنتينية فقدت جراء انفجار. ربع نساء العالم يواجهن معاملة مخيفة على الإنترنت. وفي ليبيا ركوب الدراجات النارية هواية يعشقها الشباب. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن. باءت جميع الجهود التي بذلت للعثور على الغواصة العسكرية الأرجنتينية المفقودة منذ 15 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري بالفشل، وقد أكد تقرير رسمي صدر يوم أمس أن هناك انفجارا تسبب بفقدان الغواصة. فقدت الأرجنتين الاتصال مع الغواصة سان خوان أثناء إبحارها من ميناء شوايا جنوبي البلاد إلى ميناء مار ديل بلاتا إلى جنوب الشرقي من العاصمة بوينس آيرس. ووفقا للمعطيات فإن السلطات فقدت الاتصال مع الغواصة الألمانية الصنع والتي يوجد على متنها 44 فردا وعلى بعد 450 كيلومترا عن ساحل مقاطعة بتاغونيا الجنوبي. وقالت السلطات الأرجنتينية إنه بعد أيام من البحث عن الغواصة المفقودة تلقت البحرية الأرجنتينية إشارات استغاثة نسبتها إلى الغواصة. وزارة الدفاع الأرجنتينية قالت حينها إنها تعمل على تحديد مكان الإرسال، مضيفة بأن وجود إشارات استغاثة يعني أن طاقم الغواصة يحاول استعادة الاتصال بالبر. وكانت الغواصة على بعد 430 كيلومترا من ساحل جنوب الأرجنتين على المحيط الأطلنطي عندما حددت آخر موقع لها، مما دفع السلطات لبدء عملية البحث والإنقاذ. ليأتي بعدها المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية ليقول أن عملية البحث عن الغواصة المفقودة منذ نحو أسبوع بلغت مرحلة حرجة مع احتمال اقتراب نفاذ الأكسجين المتوفر لطاقمها والمكون من 44 شخصا، إذ انضمت حوالي 30 سفينة وطائرة و4000 شخص من الأرجنتين والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي والبرازيل لعملية البحث عن الغواصة، حيث أن البحرية الأرجنتينية حاولت الاتصال بالغواصة 7 مرات متتالية عبر الأقمار الصناعية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. ثم قال المتحدث باسم البحرية خلال مؤتمر صحفي إنهم تبلغوا بمؤشر رسمي رصد في منطقة عمل الغواصة ضوضاء غير اعتيادية، إذ تبين لاحقا أن الصوت غير العادي الذي رصد في آخر موقع كانت فيه الغواصة قبل فقدان الاتصال بها يشير لوقوع انفجار على الأرجح، وصف بأنه غير طبيعي وغريب وقصير وعنيف. حيث أكد تقرير رسمي صدر الخميس أن هناك انفجارا تسبب بفقدان الغواصة العسكرية الأرجنتينية. لم تظهر المواد التي اكتشفت في بيت منزل أسامة بن لادن في أبو ثبات وجه حمزة بن لادن فقط، ولكنها أظهرت أيضا نقاط ضعفه الكبيرة، لا سيما الشريط المصور لزفاف حمزة الذي من الصعب جدا تقبل المتطرفين المتعاطفين له. هذا هو تحليلنا للسبب ضمن التقرير الذي كنت قد أعددته سابقا. يظهر الشريط المصور لحفل زفاف حمزة بأنه لا شيء سوى دجال غير مؤهل وغير جدير بالاهتمام، عاش حياة من الراحة بينما تم إرسال آخرين للموت من أجل القاعدة. شريط الزفاف المصور أتى بالتوازي مع صورة حمزة المستجدة من رسالته ضمن الشريط المصور الأخير نيابة عن القاعدة. وهذه الصورة هي حمزة، هو الطفل المدلل الذي يعتمد على والده في كل شيء ولا يمكن أبداً أن يعتمد على نفسه، وهذا هو السبب في أنه يشير إلى والده في كل رسالة تصدر عنه. هذا هو السبب في أنه يذهب إلى أقصى حدود التطرف عند محاولة استخدام اسم والده. الشخص الوحيد الذي يحب أن يذكر أسامة بن لادن أكثر من حمزة هو الظواهري، الذي يريد أيضا أن يستغل اسم أسامة بن لادن لتعويض ضعفه ونقصه. شريط الزفاف المصور لحمزة يثبت كيف يعيش النصف الآخر من القاعدة، إذ أن هؤلاء في النصف الأول من لديهم المال ويواصلون العيش بترف في ملاذاتهم الآمنة، يصير أولئك في النصف الآخر إلى موتهم في الهجمات الانتحارية، وبطبيعة الحال يتم المحافظة على الأسرة، فقط الأبناء وأفراد العائلة يحصلون على الترقية والأموال بغض النظر عما فعلوه. وهذا هو السبب في ثبوت دليل
قاطعا ليس على نفاق حمزة والظواهر فحسب، بل على القاعدة بحد ذاتها أيضا، إذ بات من الصعب تقبلها من قبل المتطرفين المتعاطفين معها. فإن نفاق القاعدة في توريث القيادة إلى حمزة يعد أمرا كبيرا. كشف تقرير للجنة الأوروبية للعلاقات الدولية عن قائمة تضم 16 هدفا يعتزم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون شن هجمات نووية وصاروخية عليها، وتضم البيت الأبيض ومدنا أمريكية ويابانية كبرى، وتضم القائمة قواعد عسكرية أمريكية في المحيط الهادئ وأخرى في كوريا الجنوبية. تشير التطورات الأخيرة إلى أن بيونغ يانغ مقبلة على الانعزال أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة لفرض مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية عليها. تفاصيل العقوبات وآثارها على كوريا الشمالية في سياق التقرير التالي للزميل أحمد الريحاوي. من الواضح أن العالم يستقر على استراتيجية الردع بالعقوبات كخيار مفضل في التعامل مع تهديدات كوريا الشمالية، اتخذت مجموعة من التدابير التي تعمق عزلة كوريا الشمالية وسط تصاعد العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية. آخر الإجراءات المتخذة ضد كوريا الشمالية تتمثل في إدراج كوريا الشمالية مجددا في قائمة الولايات المتحدة الأمريكية السوداء للدول الراعية للإرهاب. وقبل شهرين أيضا أعلن ترامب فرض عقوبات تستهدف كوريا الشمالية عبر معاقبة الأشخاص والمؤسسات التي تواصل علاقاتها التجارية مع بيونغ يانغ. وتزامن ذلك مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بيونغ يانغ تشمل فرض حظر على قيام أي شركة أوروبية بتصدير النفط إلى كوريا الشمالية أو الاستثمار في هذا البلد. كما أنه تم فرض عقوبات على 4 شركات صينية للاستيراد والتصدير، إضافة إلى المالك الصيني لإحدى تلك الشركات. وبشكل مفاجئ قامت شركة طيران صينية بوقف رحلاتها إلى بيونغ يانغ نتيجة العقوبات الأخيرة، إلا أنها ادعت أن ذلك بسبب انخفاض العائد الاقتصادي في تلك الرحلات. كما أعلنت الإدارة الأمريكية حصولها على تعهدات سودانية بقطع الخرطوم علاقاتها مع كوريا الشمالية. يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة واشنطن الزعماء الأفارقة لاتخاذ مزيد من الإجراءات للضغط على كوريا الشمالية لإنهاء برامجها النووية والصاروخية، بما في ذلك خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وطرد العمال الكوريين الشماليين. يضاف إلى ذلك المساعي التي بذلها ترامب خلال رحلته إلى آسيا والتي كان محورها دفع دول جوار كوريا الشمالية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد بيونغ يانغ لوقف تدفق الأموال التي يستخدمها عادة في تمويل برنامجه النووي والصاروخي. تلك الضغوطات يبدو أنها أتت أكلها بحسب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي أكد أنه استنادا إلى معطيات استخباراتية فقد أحدثت سياسة العقوبات تأثيرا ملموسا على حالة كوريا الشمالية، وأن الضغط الاقتصادي على بيونغ يانغ خلال الأيام 60 الماضية أثمر بعدم تسجيل أي عمل استفزازي من قبل كوريا الشمالية، مبينا أن بيونغ يانغ تعاني الآن نقصا في الوقود جراء العقوبات وانخفاضا في عائدات الميزانية نتيجة تقييد عدد من التدفقات المالية إلى البلاد. الردع بالعقوبات سيكون بحسب محللين عنوان المرحلة المقبلة كخيار مفضل في التعامل مع تهديدات كوريا الشمالية بعد تحذيرات داخلية وخارجية من المخاطر المادية والبشرية الهائلة التي ينطوي عليها توجيه ضربة عسكرية لكوريا الشمالية. بعد تغيير النظام السياسي في زيمبابوي، توجهت أخبار الآن لتستطلع شريحة من الشباب لمعرفة آرائهم ومدى تأثير المتغيرات على مستقبلهم. نتابع. الزيمبابويون عانوا كثيرا، نأمل أن يكون هناك قائد جديد يستطيع أن يقود زيمبابوي إلى بر الأمان. نأمل أن يكون رئيسنا القادم شخص يستطيع إنقاذ الشعب. من أكبر العقبات التي تواجهنا في زيمبابوي هي الأوضاع الاقتصادية المتردية. نحن بحاجة إلى التعليم الأساسي، من المفترض أن يذهب أطفالنا إلى المدارس، لكن كثيرا منهم لا يذهبون إلى المدارس كونهم غير قادرين على دفع تكاليف التعليم،
وبعضهم طردوا من المدرسة لذات السبب، والبعض الآخر أكملوا تعليمهم الدراسي ولكنهم عاطلون عن العمل. أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى خلق فرص عمل للخريجين وإرسال المدارس لأولئك الذين يطمحون في التعليم. نحن الشباب في زيمبابوي نطمح إلى مستقبل واعد وأفضل. أتمنى أن نرى شباب زيمبابوي بوضع أفضل مما كانوا عليه في السابق. أمنياتنا أن لا نراهم يبيعون المخدرات في الشوارع. أعتقد أن يوم غد سيكون أفضل من اليوم. نحن نتوقع تغيرا كبيرا في حياة مواطني زيمبابوي. نتوقع أن يتم تحسين الصرف الصحي في الضواحي التي نعيشها. نتمنى تصديق قوانين تسمح للشباب بإنشاء مشاريع تجارية صغيرة. نأمل أن تأتي القيادة الجديدة بسياسات تدعم الشباب وتشجعهم على كيفية الاستثمار لنتمكن من النهوض والتنوع والتوسع في أعمالنا، وأن نتخطى التفكير في كيفية الحصول على لقمة عيشنا اليومية. نحن نتوقع أيضا أن تكون النقود متوفرة في البنوك من دون فساد، وأن تكون الوظائف متاحة بشكل عادل من دون فساد. نحن نحلم بقيادة أفضل في بلادنا مما يحسن الظروف الاقتصادية للبلاد. توقعاتنا من الإدارة القادمة هي أن تخلق فرص عمل جديدة للشباب، وأن يتم إعادة فتح جميع المصانع التي تم إغلاقها في السابق. إعادة فتح المصانع يعني توفير عدد كبير من الوظائف. لدي أمل كبير في المستقبل، وأعتقد أن هذا التغيير سيكون إيجابيا. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل قصير بسمة وزيتونة، مبادرة تشجع عمل النازحات السوريات في التطريز. أحييكم من جديد. في العراق، أفاد قائد عملية تطهير أعالي الفرات والجزيرة عبد الأمير رشيد يار الله يوم أمس بأن القوات العراقية تمكنت من تحرير 77 قرية وسيطرت على مطار جنيف جنوبي قضاء الحضر في إطار عملية تطهير منطقة الجزيرة وأعالي الفرات أقصى غربي العراق. أعلنت المعارضة السورية بسمة قضماني عضو الائتلاف السوري في الرياض أن قوى المعارضة المجتمعة في الرياض توصلت إلى اتفاق لإرسال وفد موحد إلى محادثات جنيف الأسبوع المقبل. وقالت قضماني إن هذه القوى ستستكمل محادثاتها في الساعات المقبلة للخروج بهيئة تفاوضية موحدة تضم 50 شخصا يمثلون كل أطياف المعارضة. كشفت منظمة العفو الدولية أن منصات التواصل الاجتماعي خاصة بالنسبة للنساء والمجموعات المهمشة هي مساحة حرجة للأفراد لممارسة الحق في حرية التعبير، ما جعل النساء يخشين الشبكة العنكبوتية وما تحمله من شبكات التواصل الاجتماعي. لا تزال المرأة تشكل أكبر الضحايا في مجالات حياتية متعددة. اليوم ونتيجة للتطور التكنولوجي تعرض حوالي ربع نساء العالم للإيذاء عبر الشبكة العنكبوتية، والكثيرات منهن يشعرن بالتهديد حيث فشلت الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي في حمايتهن. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس موري للدراسات والأبحاث على 4000 امرأة في 8 بلدان أن 23% منهن تعرضن للإساءة أو التحرش عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل. وسجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة ب 33%، بينما كانت إيطاليا أقل الدول ب 16%. أما الدول الأخرى التي شملتها الدراسة الاستقصائية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و55 عاما فكانت بريطانيا وإسبانيا وبولندا والسويد والدنمارك ونيوزيلندا. وقالت منظمة العفو الدولي إن 41% من النساء اللائي أبلغن عن تعرضهن لاعتداء اتفقن على أن تجاربهن على الإنترنت جعلتهن يشعرن بأن سلامتهن البدنية مهددة على الأقل مرة واحدة. وقالت باحثة في منظمة العفو الدولية إن الاعتداء عن طريق الإنترنت له خطورة خاصة، لأن تغريدة واحدة مسيئة بإمكانها أن تصبح وابلا من الكراهية المستهدفة في غضون دقائق.
وحثت منظمة العفو الدولية شركات وسائل التواصل الاجتماعي على البدء بجدية في معالجة هذه المشكلة وتطبيق معايير المجتمع الخاصة بها. يشار إلى أن دراسة أمريكية أنجزها مركز أبحاث بيو ذكرت أن نسبة وقوع مستخدمي الإنترنت إناثا وذكورا ضحايا لأحد أنواع التحرش على الإنترنت ارتفعت إلى 41% مقارنة بعام 2014، وكشفت أن النساء وخاصة الفتيات كن أكثر قلقا تجاه تلك الجرائم والتي يحمل أغلبها طابعا جنسيا، ووصلت نسبتها إلى 70%. في بلدان النزوح مثل لبنان، نساء سوريات وجدن غربة صعبة أحدثتها الظروف، فكانت المبادرة الأهلية سببا لتمكينهن اقتصاديا ونفسيا ومنحهن مساحات للتفريغ. كاميرا أخبار الآن جالت في مخيم في بيروت واطلعت على أحوال بعض النساء وأوضاعهن. تجي يعني بتفرغي عن حالك ساعة نص ساعة وبعدين ترجع على بيتك، ترجع في بلاد في مرض عنا مرض كتير. بيتنا مريض، كله مريض عندي بالبيت، أخوي مرت أخوي ولاد أخوي أختي أنا كله مريض، يعني ما في مساعدات ما في شيء منه، حالتنا تعبانة. آمنة من حياة معززة ومكرمة إلى نزوح تسلل إليه الفقر حتى أضعفها وعائلتها ماديا وجسديا ومعنويا. هي التي كانت مالكة لمصلحة صغيرة في القصير، أجبرت على اكتساب مهارة يدوية جديدة لإعالة 8 أشخاص. أنا كان عندي صالون في سوريا وأشتغل وما عندي حاجة لحد، يعني حياتنا حلوة 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 بسوريا وما أنا مثل الملوك، بس إجا تغير علينا الوقت كتير هون، يعني عم أشتغل بس مشان أطلع عجارة أعين بالبيت، شو بتعمل يعني، بس أغتني بكون جيت لهون. أيام بحب الوحدة بفوت على البيت، يعني بسكر على حالي بغتني، يعني بعيدة عن أهلي وعن أخوتي، يعني ما عدنا طاقة نذكر، تعبنا يعني. حال ألفة ليس بالأفضل، فهي هربت مع عائلتها من ظلامية داعش، لكن الفقر كان لها في المرصاد لتصبح زميلة في مشغل التطريز تساند زوجها في تأمين لقمة العيش ولو بجزء بسيط. أنا هون بساعد جوزي، يعني أكيد يعني هلا فتحنا المشغل، يعني صار عندنا شيء يعني نعتاز، وهون عندي وقت فراغ بعبيه بالشغل، وهون عندي وقت فراغ يعني، واليوم ما بيكون في عنا شغل كتير بفتقدو، بجي على المشغل بقوله بدنا نشتغل، تعودنا على الشغل. غير أن الكوارث لا تنفك تلاحقها. حرق البراد عندي، حرقت الغسالة، عم بغسل ايدي، والبراد أشياء هون كلها كبيتها، وابني كمان صغير كتير بيمرض عندي، بس مثلا يجي ريحة بشعة، ريحة يعني بتغرب يمرض، بفوت على المستشفى، كل سنة بفوت على المستشفى، تخيلي لأكثر من شهرين عم صمم حق خاتم وما عم يتأمم معي، أنا حابب يشتري خاتم ألبس خاتم من تعب إنه خبيه، ما عم يتأمم معي. بس فكر اشتري خادم دغري الله يبعث له شيء كارثي. مشغل التطريز هو متنفس لمئات النساء ضمن برامج تضعها المبادرات الأهلية من أجل تمكين نساء المجتمع المضاف. يعني جايين على مكان ما له مكانهم، جو غير جوهم، في منهم نساء ما بيشتغلوا كانوا أصلا، وفي منهم كانوا يشتغلوا بس غير هذا الشغل كمان. حياتهم تغيرت بس مع هيك قدروا يوقفوا إجراهم وقدروا يشتغلوا، قدروا ينتجوا، صارت حياتهم كتير حلوة. يعني في منهم كان عنده حالة نفسية كتير صعبة بعد ما اشتغلوا وصاروا يجوا على المشغل، تغيرت نفسيتهم. يعني حتى النساء بيقولوا انه احنا كتير بننبسط لما نيجي هون نجتمع مع بعضنا. نساء كثيرات يحملن الوجع في قلوبهن وقد انقلبت حياتهن رأسا على عقب، وفيما للتمكين دور أساس في فتح صفحة جديدة، إلا أنه لا يمكن أن يتحقق من دون الأمل والعزيمة والرجاء. لأخبار الآن تريسا بيانطون، لبنان. نشرتنا مستمرة مشاهدين، وفيها بعد فاصل أخير. فيسبوك تختبر إضافة إحدى مزايا سناب شات إلى ماسنجر.
أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الأيام البحرينية التي نقرأ منها في الصحة: دراسة، فائدة تناول 3 أقداح من القهوة يوميا أكبر من الضرر. قال علماء إن الأشخاص الذين يتناولون ما بين 3 و4 أقداح من القهوة يوميا تزيد احتمالات أن يعود ذلك بالنفع على صحتهم، فتنخفض درجة تعرضهم لأخطار الوفاة المبكرة والإصابة بأمراض القلب عمن يعزفون عن احتسائها. إلى صحيفة النهار اللبنانية التي اخترنا منها لكم: مع قدوم فصل الشتاء، هذه المظلة الذكية تتنبأ لكم بحالة الطقس. طورت إحدى الشركات مظلة ذكية تعتمد على تطبيق للتنبؤ بالتغيرات في الطقس وإبلاغ المستخدم بها، كما يساعد التطبيق صاحب المظلة في العثور عليها في حالة فقدانها أو نسيانها في مكان ما. ونطالع من صحيفة اليوم السابع المصرية: تسلا تتمكن من صناعة أكبر بطارية في العالم. كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن نجاح شركته في تطوير أضخم بطارية ليثيوم أيون في العالم في استراليا خلال 100 يوم فقط، وهو ما يعد أقل من الوقت الذي وعدت به الشركة لإنجاز هذا الأمر. وصحيفة الوئام السعودية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: تطبيق ذكاء اصطناعي يساعد على التركيز والنوم، تعرف عليه. يساعد تطبيق برين اف ام من يجدون صعوبة في التركيز أثناء العمل أو صعوبة في النوم والاسترخاء على تحسين التركيز والنوم والتأمل لمدة 15 دقيقة عبر مجموعة من المقطوعات الموسيقية المصممة من قبل الذكاء الاصطناعي. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا: كثيرة هي الهوايات التي يعشقها شباب ليبيا، ولكن أكثرها إثارة هي ركوب الدراجات النارية، هواية يحاول من خلالها الشباب إبراز مواهبهم. الزميل جمال العربي والتفاصيل. هذه ليست شوارع نيويورك الأمريكية، وإنما أنت هنا في شوارع طرابلس الليبية. شباب تجمعهم هواية ركوب الدراجات النارية واستمتاعهم بقيادتها، أسسوا نادي طرابلس للدراجات والسيارات الكلاسيكية لتنظيم رحلات خارج العاصمة والهروب من روتين العمل. تراهم يرتدون السترات الجلدية ويتحدثون بمصطلحاتهم المألوفة عن الدراجات وأنواعها والأكسسوارات الخاصة بها. احنا مجموعة من الشباب طبعا أنحاء طرابلس وضواحيها، ننظم في رحلات بالبايكرز لمناطق أخرى خارج طرابلس، ونراسلوا في ناس، نجتمعوا في الويكند بما أننا احنا كنا نشتغل كل واحد في مكان، نتبادل في الآراء، نتبادل في الرحلات، نناقشوا ان احنا في عندنا حتى رؤية مستقبلية. طبعا هذا كله عندنا نادي احنا اسمه نادي طرابلس الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية. نسقوا نمشي لتونس ان شاء الله، عندنا حتى بعثنا ايميل لدولة تونس بنحاول ان احنا نشاركوا فيه، لان هي موهبة ونحب ننموها ونحب نوروا ونعطوا صورة للمجتمع ان احنا يعني عندنا موهبة، وهذه شيء نوع من أنواع الرياضات والمواهب يعني. كما تلقى هواية اقتناء السيارات والدراجات الكلاسيكية والمعدلة رواجا واسعا لدى الشباب في ليبيا. خلال السنوات الماضية شارك نادي طرابلس للدراجات والسيارات الكلاسيكية في العديد من المحافل المحلية والدولية بمنظور مميز. صراحة يعني الحاجات القديمة هي جت من الوالد، يعني الوالد أصلاً يسوق في مطوات وسيارات الغريبة دي ما كانت من الوالد، لأن الوالد كان الوحيد عنده ألفا روميو، عنده حاجات غريبة، فأنا بديت الهواية بالفولكس فاجن والميني مورس والحاجات القديمة بكل يعني، وخصوصاً الأمريكانيات يعني عندك الكاديلك السبعينيات
يعني مش علي بس، يعني كل الشباب اللي بيحب الحاجة هي. ويسعى الشباب الليبي لإبراز مواهبهم من خلال هذه الهوايات، ويطمحون إلى مشاركات دولية بالإضافة إلى استضافة بطولات محلية وعالمية للتعريف أكثر بهذه الهواية في ليبيا. حذرت غرفة الصيادلة الألمان في ولاية هيسن الألمانية من أن تعاطي العقاقير التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب مثل الأسبرين والإيبوبروفين بجرعة عالية وعلى مدار فترة طويلة قد يؤذي الكلى، لذا لا يجوز تعاطي هذه الأدوية لمدة تزيد على 3 أيام بدون استشارة الطبيب. أقرت شركة جوجل بأنها تواجه مشكلة في معرفة الحقائق وتمييزها عن غيرها من المعلومات الخاطئة. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت إن الناس يديرون عملية تشويش خوارزمية في البحث التابعة لعملاق التكنولوجيا، ونتيجة لذلك تبذل جوجل جهدا كبيرا لترتيب نتائج البحث بشكل صحيح. تختبر شركة فيسبوك في الوقت الراهن إضافة إحدى مزايا خدمة التراسل المصور سناب شات إلى تطبيق التراسل الفوري التابع لها ماسنجر، لتنضم الميزة الجديدة إلى سلسلة المزايا التي سرقتها من سناب شات وأضافتها إلى جميع خدماتها. وبعدما ظهرت الميزة الجديدة لكثير من مستخدمي ماسنجر يوم أمس، أكدت فيسبوك اختبار الميزة لموقع ماشبل المعني بأخبار التقنية. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. تقرير رسمي يؤكد أن الغواصة الأرجنتينية فقدت جراء انفجار. ربع نساء العالم يواجهن معاملة مخيفة على الإنترنت. وفي ليبيا ركوب الدراجات النارية هواية يعشقها الشباب. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة مشاهدينا في موجز الأنباء. دائما كونوا معنا.